منصور رضي الله يرحمه مات شهيد وانقذ حياتي من الموت، وجميله ده يدين في رقبتي لاخر العمر. احنا بنشكر حضرتك على وقفتك جنبنا. انا عايزكم تعتبروني واحد منكم، لو في اي حاجه في اي وقت تكلمني فورا يا باسم، فاهم؟ متشكرين يا سعاده الباشا. معالي الوزير امر بترقيه للمرحوم راضي وبمكافاه استثنائيه كبيره، وامر ان اجراءات المعاش تتم بسرعه، وانا شخصيا اللي هشرف عليها. بقالك شكر الله ساعك، شكر الله ساعك. اتفضل اتفضل. يلا يلا اتفضل. انا يا نجات لازم تاكلي حاجه، ما هو ما ينفعش كده. ابوس ايدك، سيبيني انا، سيبيني دلوقتي، مش عايزه حاجه. سيبيها دلوقتي يا ماما، انا بعد شويه هحاول اكلها هي وندى. أهلا بحلك يا أبو حلمة. شد حيلك يا حاج، شد حيلك يا حاج. الغالي راح يا حاج، الغالي راح يا حاج. كفاية كفاية نجاة، الحاج مش قادر يصلب طوله. الغالي راح يا حاج. تعالى معايا يا جدة، اطلع عليك فوق. تعالى يا باسم يا ابني، بس مش جدك حبيبي. حاضر يا ام. نام جنبه يا ابني. حاضر. نام جنبه يا دناي. العود شد حيلك يا حاج. العود على مهلك. يلا يا ماما، يلا تعالي معايا وصلي كوتك. حاضر حاضر. ربنا يصبرهم يا رب. ما حسب، معلش انا هضطر ابات معاهم، انت عارف الظروف اهي. خليك على راحتك، انا همشي دلوقتي وبعدين هبقى اجي بكره تاني. السلام عليكم يا سمية. مع السلامة. مع السلامة. انت يا سمية بات انت مع طنط نجاة وندى، وانا هبات عند الحاج. لو عوزت اي حاجة ها انده علي على طول. حاضر يا بابا. طم انا عرفت انك انت نازلة، قلت استناكي بقى عشان اخدك في سكتها اوصلك. عملت التوكيل للمحامي؟ ما انا مستنيكي عشان كده. يعني ممكن نأجل موضوع المحامي ده شوية؟ ليه؟ عشان اللي حاصل ده. وده ماله بده؟ لا، خلي المحامي ماشي في اجراءات القضيه عادي. ماشي اللي تشوفيه. مش كانت الشوطه دي جت خدت عرفه؟ عرفه اللي زي قلته وخلصتني منه بدل ما خدت راضي. الموت بينقي يا محاسن. على رايك الموت بينقي، واللي زي عرفه ده بيبقى زي القطط بسبع ارواح. بكره ربنا يكرمك بواحد يقدرك ويظبطك ويعرف قيمتك. طب يلا يا فالح، يلا عشان عايزه اروح، تعبانه عايزه ارتاح، جسمي كله مكسر. سلامه جسمك من التكسير، بكره كله يتظبط. ابات معاكي النهارده؟ لا يا حبيبتي، خشي انت وسمية نام في اوضتك. ليه بس يا ماما؟ يا ندى يا حبيبتي انا مش لاقيه نفسي، قومي روح نامي معاه. حاضر حاضر يا ماما. الله يرضى عليك يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف سلام عليك يا حبيبتي، دلوقتي الحرارة تنزل. ربنا يخليك لي يا راضي. معلش يا حبيبي، تعبتك معايا طول الليل وانت بتعمل لي كمادات. تعبتني ده ايه؟ اوعي تقولي كده. انت اللي لازم يا حبيبي تنام عشان عندك شغل الصبح، وانا ابقى كويسة على رأي المثل ما بيقولوا، عمر الشقي باقي. انا ما اقدرش انام الا لما اطمن عليك. ربنا يخليك لي، بتحبيني يا راضي؟ انا بحبك، ده انت حياتي وعمري كله يا حبيبي. مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. عارفه انت مش في حياتي كان زمان ما قلت نفسي. اوعي تقولي كده، هتشر عليك ان شاء الله العدوين.
ربنا يجعل يوم يا بيبي. لا ونبي راضي. لا حبيبي. ربنا يخليك ليا. ماشي من مكان ده. سلام يا سلام. ياه تسلم ايدك يا نوجة. انا دلوقتي ارتحت من شهر اليوم. ما انا لو ما عملتلكش رجليك كده كل يوم بالميه السخنه مش هتقدر تقف على رجليك طول النهار زي ما بتقف. وبعدين يا اخويا الله جراك يا راجل؟ انت لسه رحت ولا جدا؟ انت لسه في عز الشباب. خلاص بقى نوجة راحت علينا، انا عجزت خلاص. في عشر؟ اوعى تقول الكلمه دي من بقك. عجزت ده ايه يا راجل؟ امال لما اتجوز ولادك ندى وباسل والعيال يخلفوا يقولك يا جدو ساعتها تقول ايه؟ هي ديك الساعه يا نوجة لما اشوف احفادي، وبعدين هقول لهم اهي تعالوا بقى اتفرجوا على نينا نجاد. ده انت هتبقي احلى نينا في الدنيا كلها يا نوجة. ده انا هبقى ساعتها عجوزه وقرشانه، هتحبني زي ما انا بحبك كده؟ ايه اللي بحبك يا نوجة؟ انا حبيتك وبحبك وهحبك على طول. ده انت حياتي وعمري وكياني كله. هتفضلي نجاه اول واحده شفتها في حياتي، اجمل وارق انسانه في الدنيا كلها. وانا كمان يا قلبي مش انت لوحدك، انا اول ما عينيا ما جت في عينيك قلت هو ده انت عميد، قلت مش هقدر اشوف حد غيره، حتى لو عجوز قرشان كركوب ماسك عصايه. بحبك 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 يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا ابو ولادي. ويخليك ليا يا نوكه.